بس فوق دوش بنص تشهرين وبطلع على السطح زمط ورقة توت ما بحط. انتي مرمطتي اسمي في الحتة، اودي وشي فين من اللي بيسوى واللي ما بيسواش. أضخم إنتاج بتاريخ السينما اللبنانية بميزانية تخطت 60 مليار دولار. أنت متأكد من الأرقام؟ وصار حاضره بس ببيروت أكتر من 5 مليون مشاهد. دخلك ليش نزل الفيلم؟ لا، ب15 تشرين الثاني. الثاني يعني نوفمبر؟ إيه. وعن شو بتحكي القصة؟ قصة مرة حلوة بيتعدى علي عم الميكانيسيان. بدك 4 دوليب وبدنا نغير الدبرياج وبدنا نعمل الفريمات وعليها 25 سنة مكسور ميكانيك، بس هدول هن ما في شيء. وبتكون عايشة مع أم العمية المكرسحة وبيبرم دوليبة وبتضطر تشتغل بمالها ليلة. شغلة أختين توم الدجاجة بتفلدها بينات، بتحط لك بطة بتركض وراها. عبالي الرجال يجربوا الحبل شي شهر أو شي جمعة، هن إذا الواحد منهم ساعة أو نهار صار معه أختين إيه بيضل 9 أشهر عم بخبر أصحابه الخبرية. وبتتعرف على مخرج ما بيقشع ألوان. مش مفروض يكون صوت؟ مهم صوت. صوت؟ مش مفروض يكون أزرق؟ ما هيدا أزرق. المهم بيصير معه من هيداك المرض. أي واحد منهم؟ هيداك دبرستني. حلو كتير رفعتك، حلو كتير بابا يوطا. ايه نصور هون بالفرع ونسمي الفيلم مناقيش العاهرات. بس عن جد بيضحك و3D. إذا بدك تعمل 3D وتبينه أنه أنت مالك تكنولوجيا دور تحط لهم شجرة بخلقتهم للعالم. طب والقصة، القصة عن شو القصة؟ إذا شي بيسألك بس ما بحسه بيمثل لبنان.